زلزال يهدد الجزائر، لا تتزلزل ضرب شلف في 3 أيام، مش راه يسرى، دير أبوني وتبعني. شلف من أكثر الولايات المهددة بالزلازل في الجزائر، وضربوا فيها زوج من أكبر الزلازل في تاريخ الجزائر، واحد فيهم وصل 7، واليوم ضربت زنزلة في شلف بقوة 4، 4 خفيفة، بصح المشكلة هذا ثالث زلزال يضرب في 3 أيام، وشنو هي السبب؟ تفرج كامل الفيديو وتعرف. هاد الأيامات ضربت الزنزلة في بويرة، تونس، المغرب، شلف وسطيف، وراهم يقولوا سبب هاد الشيء هو ارتفاع النشاط الأيوني. وشنو هو النشاط الأيوني؟ راكم تشوفوا هاد العفسة الكحلة، هذه هي النشاط الأيوني. كما راكم تشوفوا في الخريطة راهي في الوسط، مادام في الوسط تسمى هاد المناطق مهددة بالكوارث، والمناطق المهددة بالزلازل اللي جايين في حزام النار، وحزام النار يجوز على الجزائر وبالضبط في سلسلة الأطلس التلي. والعلماء راهم يقولوا باللي في الأيامات الجاية راح تضرب زلزلة قوية، والله أعلم. المهم ما تخافوش، الله يبعد علينا ويحفظ بلادنا.